طيب نفتح فرصة للأسئلة والمداخلات. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هو طبعا في سؤال، يعني ممن يؤخذ العلم في هذا الزمان الذي انتشر فيه أهل الضلال والبدع والشرك وساد الاختلاف في كل الأوجه، يعني وبالذات مسألة الدين، يعني والشيء المؤسف طبعا الناس، الشيء المؤسف الناس بتختلف في الدين وما بتختلف في مسائل، يعني المعلومات، يعني العلوم الدنيوية، الفيزياء والرياضيات وكده ما بتختلف فيها، لكن تختلف في الدين وكده. يعني شكرا. طيب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ممن يؤخذ العلم؟ يؤخذ العلم من أهله، وهذا هو الطريق الصحيح، خاصة في العلم الشرعي، أن يؤخذ العلم من أهله، وأهله هم العلماء العاملون الربانيون في هذا العصر. باختصار تأخذ العلم من علماء أثبات كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من العلماء، الشيخ الفوزان موجود الآن، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد الجابري، وغيرهم من العلماء. ولا تأخذ من أهل الباطل، من المتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأنه بعض مرات تلقى شاب داير طريق الحق لكن يمشي يأخذ علم ودين من عمرو خالد. كلنا بنحب ربنا، فهمت يا زول؟ في زول اليهودي بيقول كده، اليهودي ذاته قاعد يقول كده، ده موضوعك وينو علمك وينو انت؟ فهمت؟ يقول ابليس ما كفرش، شفت الواد ده رغيف كيف؟ تعني السحر بك يا زول، ده كلام شنو ده؟ فهمت؟ يقول لك ابليس ما كفرش، وكتار جدا، ولا سيد غطب، ولا عبد الحي يوسف، ولا شيوخ انصار السنه اللي قاعدين ديل، كلهم ما تاخذ منهم، كلهم ما تاخذ منهم، فهمت؟ ما تضيع زمنك، ولا بنوصيك يا اخي. الناس ما فيهم فايده يا اخي، ناس عندهم قناتين شرك منتشر، زول بيقول انا اخلق مع الله، زول بيقول انه بيخلق من شجره بني ادم، وينشر ذلك الكلام في الاذاعات والقنوات، وما دارين يشاركوا في التغيير ده، ما دارين يغيروا. انصار السنه ساكتين يا اخي. العدسي الاسبوع الفات ده درسوا الليله، يوم شنو؟ الاربع، يوم الاحد الفات درسوا، بعد ما انتهى قام واحد صوفي حرف كلام الله سبحانه وتعالى في صفه الاستواء، ونبذ ابن تيمية شيخ الإسلام وغيره من العلماء السلفيين، وده قاعد لا داير يرد، لا داير يسوي أي حاجة، ده يأخذ منه علم، ده أي لا أخذ منه علم اللولوة، كيف تتلولو مع اللولوة الكبير عدوس، إلا أخذ منه علم زي ده، لكن ده بيأخذ منه علم، فهمت؟ فديل بيضيع زمنك ساكت، تأخذ العلم من العلماء. في سؤال تاني يقول لك طيب كويس، أنا الآن ما عندي علماء أسألهم، أعمل شنو؟ تعمل شنو؟ تسمع أشرطة العلماء قاعدة في النت. والكلام ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عنده كتاب اسمه العلم، إنه أنا في بلد ما في علماء، أو العلماء الموجودين علماء ضلال زي الترابي اللي بيجوز إنه تصافح المرأة وقال ما فيها شيء وكده، يعني خيابة وعاملين فوقها علماء، فهمت؟ المهم أنا في حال زي ده أسوي شنو؟ الشيخ ابن عثيمين، وهل إذا أخذت العلم من الأشرطة أو الكتب وسمى طالب علم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نعم تكون طالب علم، ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تكون جاهلا على غير معلومة خير من أن تأخذ من أهل البدع، وهذا فيه أدلة كثيرة جدا من السلف. فرصة مفتوحة للمداخلات. شيخ أبو بكر وين؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أنا شخصيا وأعوذ بالله من كلمة أنا،
طلعت على كتاب كاتب يقال له فايز موسى السليك. فايز موسى السليك وبعدين الكاتب ده أول نرد نطلع على النص الذي أورده داخل كتابي. قال الكاتب ده أن السلف قال عقلية قال مدمرة. بعدين شوف هذا المجرم ده بدأ كيف بكلام. والله كلمك بكل صراحة وكل وضوح، قال عقلية مدمرة وقال النصوص قال لي ما محدودة، النصوص التي يأتون بها السلف محدودة، وأنهم يعيشون الحاضر في أزمنة الماضي. قال بيعيشوا الحاضر ده في أزمنة الماضي. كيف انت عارف الفكرة؟ أنا أوضح لك وقاصد شنو من كلامه ده. قال بس يعني هو فكرة كلها محدودة في شكوكه وآراءه تجاه الكتاب والسنة. انت عشان تعرفوا مهم كيف داير غيروا في الكتاب والسنة. قال النصوص قال محدودة، قال يا وهم انت. والله والله بقول لي صراحة، لا بحدثك والله بقول لي صراحة، هو داير يزيدوا لي في الكتاب والسنة، يزيدوا لك آية تعقل لك ده مهم ولا شنو؟ داير يزيدوا لك حديث ما في كلام زي ده نهائيا. كلام زي ده اصلا ما بيجي والله، ولا عقل بصوره زاد كده خليك والله. داير يزيدوا لك الآية، قال النصوص محدودة والسلف عقلية مدمرة. ده بعدين الكتب دي بعدين بياخذوها اخواننا الشيوعية والعلمانية دي وبيدوها لاخواننا في السنة الأولى وبأثر عليهم الكلام ده. طب هو ما فاهم السلف ذاته شنو؟ الصحابة رضي الله عليهم، عمر بن الخطاب وبكر الصديق وعثمان رضي الله عليهم يمان. شفت كيف؟ دي ناس المجرمين دي عشان يكتبوا كتب يضيعوا بها الناس ويضيعوا بها عقيدة الناس. تقدر تتغير صح؟ تتغير من الباطل إلى الحق. تمام؟ فرصة. وشوف الناس الصوفية قال بيعبد الله ربنا سبحانه وتعالى، قال ولقد تيسرنا القرآن الذكر فهل هو مذكر، تلقاهم بيعبدوا بالنوبة الله الله. عبادة ما بالطريقة دي، عبادة ما بالطريقة دي. تيسرنا القرآن الذكر فهل هو مذكر. شكرا. ايوه ده تنبيه مهم، وانه ديل يا اخوانا زي ما قال اخونا كلام ممكن يجي رده ان شاء الله، انه بيجوا الشيوعيين وغيرهم يعني ينشروا بعض الكتب عند الطلبه، بيجوا ينشروا الكتب بين الطلبه وما بيقدروا يناقشوا قدام الناس الا تحت ويتكلموا في السلف وما السلف وغيره. ما في شيوعي ذاته فاهم السلف، فهمت؟ ولو في واحد شيوعي فاهم الموضوع ده خليه يجي يناقشنا فوقه. طيب دارين يا اخواننا التنظيمات دي ما تتكلم عن التغيير. انتوا كده يتغيروا بس بتجيفوا برا بس يتغيروا كده، عرفتها؟ فرصه مفتوحه للمداخلات. طبعا احنا ما نجيب اسلحه الدمار الشامل للناس كلها بتعمل لابدين. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عندي أربع أسئلة للشيخ. أولا السؤال الأول، أنتم تدعون السلفية وفي الجزيرة في واحد اسمه وليد الطليح يدعي السلفية ويرد عليكم أيضا، فأصبحنا في حيرة من الأمر يعني. السؤال الثاني، عندنا شيخ في المسجد صوفي يعني عقيدته خربة، ده الصلاة وراءه كيف؟ إذا كان في مسجد صار سنة بعيد منه والناس قالوا لا تشدوا الرحال إلا لثلاث حديث. السؤال الرابع الثالث، الصوفية بتخذوا من مسألة الاستواء يعني هم عندهم فيها عقيدة وبتخذوها يعني هم سؤال معلش. شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا يا اخواننا الأسئلة اللي فيها فايدة زي دي
يعني بنحترم صاحبه وبنرد عليه رد علمي يستفيدوا منه كل الناس. اما نحن بس دارين الجماعه اللي بنططوا زي البساتم ديلك. طيب قال في واحد اسمه وليد الطليح يرد عليكم في ونحن في حيره من امرنا. النبي عليه الصلاه والسلام ما خلاك في حيره. نحن ذاتنا اللي بنزعم انه نحن على المنهج ممكن نضل. عشان كده انا اتكلمت في التغيير عن مساله يا اخواننا شنو؟ المنهج. النبي عليه الصلاه والسلام قال: افترقت اليهود الى 71 فرقه، وافترقت النصارى الى 72 فرقه، وستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار. منو؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. قال الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فالانسان الذي يكون على مثل عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي الأخلاق والمنهج وغيره من الأمور دي أخوان الإنسان الناجي، وإن كان ما كان. فنحن عشان نقول لك أنت عشان ما تتحير كثير، أنت اعرف كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف شنو؟ تعرف أهله. ونحن عندنا وليد الطليح، وفي نماذج كثيرة من وليد الطليح. ده واحد مجنون فهمت، قاعد هناك مرزوع في الجزيرة ويزعم أنه سلفي وما فاهم مناهج التغيير. عنده مناهج التغيير الأولوية في البداءة بالحزبية، عنده مرض اسمه الحزبية. وأنصار السنة طاروا، وأنصار السنة ركوا، وأنصار السنة فهمت مشوا وين وطاروا وين. كلامه كله غير الكلام في الحزبية، ما عنده كلام في الشرك. وإن تكلم عن الشرك بيتكلم زي ناس الإصلاح. الشرك خطير. خطير ولا فتير؟ فهمت؟ ما عارفين الشرك خطير، ما توري الأمة دي شرك خطير. فهمت؟ ما بيكلمك التوحيد بالتفصيل كما جاء بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما بجيب لك زي كتاب البرع ده. فهمت؟ وينه جيب الكتاب التحت ده؟ كويس؟ كتاب يقول لك فوق الشيخ يخلق مع الله سبحانه وتعالى، والشيخ يغير أمر الله سبحانه وتعالى، والشيخ إذا ذكرت اسمه عند القبر فأنت تكون من أهل السعادة. ده كله قاعد وموجود ما بيتكلم عنه، كلامه كله في الحزبية. عشان كده ده زول ضال وعاطل، ونحن ما يزول بنتكلم عنه. كما قال الشاعر: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فده نحن ما بنشتغل به، نعمل معه سياسة الإهمال. ده بنات عمه ما سمعن به، طليح بتاع مين وهشاب بتاع شنو، ده ما عنده موضوع يا أخي. فهمت؟ فيا أخونا أنت ما تباري أي زول تكلم في ناس وما تعاين، يعني الحق ما بقيسه بينا. دي كمان مسألة انت عارفها، ما نحن قلنا كلام هو الحق. انت ترجع تعرف الحق، ترجع لكتاب الواسطية، ترجع لكتاب التوحيد، ترجع لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلماء والأدلة من الآيات والسنة. هذا هو الحق. بعد ذاك نحن ذات ممكن نخالف الحق، انت واجب عليك انه تغيرنا نحن. ده من أولى أولويات ومن أعظم المهمات في مسألة التغيير. لابد يا اخواننا يعني يغير منكر من وقع في المنكر بحسب طريقة ودرجات إنكار من وقع في المنكر. طيب قال: كيفية الصلاة ورصوفي عقيدته خربانة. العقيدته خربانة معناه عنده شرك بالله. والعلماء بيقولوا قاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. عرفت؟ يعني انت صلي في مسجد بتاع سلفيين ما قدرت صلي، لو ما لقيت الا مسجد، الا المسجد في الحله بتاعكم الواحد مسجد بيصلي به وانصار سنه، صلي وراه اذا كان عقيدته ما خربانه. فهمت؟ اذا عقيدته خربانه ما بجوز لك الصلاه، لان يا اخواننا المساله ما في شنو؟ ما في الاسم، وانما المساله بالمعتقد. عرفت؟ فبعد ذاك انت تصلي، لكن الانسان يتحرى من كان صحيح المنهج وصحيح العقيده. مساله الاستواء دي مساله ربنا ما تركها للصوفيه. ربنا ذكر فيها 7 آيات من القرآن. ربنا قال: الرحمن على العرش استوى. والله سبحانه وتعالى في العلو، في العلو. وأما الصوفية فقد أنكروا وجود الخالق في هذه العقيدة، ديل ناس محمد المنتصر. ومنهم من عقيدته عقيدة الجهمية، وهو بأن الله في كل مكان. ده جزء برضو من الصوفية، وديل ناس ابن عربي والحلاج وغيرهم، إنه بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان لأن الله عز وجل يحل في الموجودات. فهمت؟ وأما الأدلة على الاستواء أدلة كثيرة جدا
منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام تفاخر بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وجاء في رواية أخرى قالت وكانت تقول: وأنكحني الله الذي في السماء. فأدلة واضحة جدا، ما بيقدروا صوفية ولا غيره يردوا على هذه العقيدة. قالوا في جماعة جوك عليهم، وبعد ذلك نرجع عليه بقية الأزل. قالوا في مجموعة جو هنا اشتغلوا يوم شنوهم مجموعة من العلمانين عندهم منبر قال كان اسمه الدولة الدينية أو حاجة بالشكل ده، فهمت ولا ايش اسمه شنو ده مبارح مش ما عرج ومساكي ومكاسير لا يجزئون في الأضحية، جابينهم هنا فهمت. قال بيتكلموا في الدين والدولة الدينية ويقول لك ما تسمع للقرآن. قالوا القرآن ده خراف أو أسطورة، قالوا القرآن أسطورة. يا أخوانا شوفوا الكلام ده كيف، ده دارين يضربوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب الأسطورة دي تقدر تألف زيها؟ ما هو أنا بعرف أسطورة كيف، إذا أنا قدرت أسوي زيها. وربنا سبحانه وتعالى تحدى العالمين أن يأتوا بصورة واحدة من القرآن. ربنا قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء، والله الجامعات دي بقت عاملة زي مكة. شفت كفار قريش، الناس عقبة بن أبي معيط المؤتمر الشعبي، وناس أبو جهل الحزب الشيوعي السوداني، وما أعرف ليك مين، ديل كلهم قاعدين، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، فهمت؟ ده شغل بتاع لعب ساكت. ربنا قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء في صحيح مسلم في قصة إسلام بعض الصحابة، جل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: ما تمشي للزول ده، الزول ده كده وساحر وبيسحرك بالكلام. قال: لغاية ما خطيت في أضاني في إضناني القطن. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: فقلت في نفسي إنك امرؤ عاقل. قال: فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن كان بك طب، يعني لو كنت مسحور، فإني أعالج من هذه الريح بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عندك ريح ولا كده فأنا بعالج منه، ولو كنت مسحور أو كذا أنا بعالجك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: أعدها علي، فأعادها عليه. قال: أعدها علي، فأعادها عليه. قال: أعدها علي، قال: فأعادها عليه. قال: والله لقد سمعت بزمزمة الكهان وبشعر الشعراء، قال: وإن كلماتك هؤلاء بلغنا ناعوس البحر. العواليق اللي قاعدين امبارح هنا ديل، تعرفوا ناعوس البحر؟ عشان خش، عشان ادخلك في ناعوس البحر ذاته، تقدر تخش هنا يا بليد ها؟ قال: فقال: هات يدك ابايعك. القران ده عجيب، القران ده حجج قويه. ربنا قال: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والوهمة بتاعتهم بتاعت انه أسطورة وخرافة، الكلام ده يا شفت بتاع امبارح، الكلام ده سبقكم به النضر بن الحارث والمشركين بتاع مكة. ربنا سبحانه وتعالى حكى عنهم، عندهم نفس اللي انبثقت في سورة المدثر. ربنا قال: إنه فكر وقدر،
فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، قاعد يتأمل يعني الود منجد يعني ينبسق، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، لأن الأسطورة قول منه قول البشر، ربنا قال سأصليه سقر. فهمت؟ ما بتقدر تغار على القرآن يا بليد، ولو بتقدر تعال خش الآن، أنت ليه الآن ما قادر تخش؟ جيت امبارح الشلة جات امبارح ديل 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 همبري بالكوميديا ولا ديش، جيت امبارح هنا تقدر تخش تناقش في القرآن تتكلم فيه كمان. طيب من الكلام اللي قاله، قال ربنا ما نزل شرح للقرآن، ها أي زول ينجر بعقله بس، بالعقل بس تنجر بس كده والموضوع انتهى. طيب تعال انجر، ما تجي هنا تعال انجر، انت ليه بس بتجرب تنجر؟ ما تعال انجر يا عقل منو، عقل منو نباري، عقل منو دي اي سما اهواء. ربنا قال افرأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. وشوف العقل ده، ده ضيع جميع اهل البدع ابتداء من ابليس. ابليس ربنا قال له اسجد، ولا قياس، لو انت صحيح عندك عقل لا قياس مع النص، وربنا خلقك وقال لك سوي كده، انت تقعد تلف شمال يعني زي تمشي للصيدلي يقول لك الدواء بتاع الراجمات ده تبلع 5 حبات في البدايه، ثاني بعد ذاك حبتين حبتين لغايه ما ينتهي من الدواء، تقول والله طبعا هو طبعا الملاريا دي عباره عن جراثيم، وجراثيم دي بتكون متكونه في الجسم وداره تضرب الجهاز المناعي بتاعي، فانا لازم الجهاز المناعي ده اديه مجموعه كده من الامداد بتاع الحبوب فابلع عليه 7 حبات. شوف ما جابوك الحواجز، ها تنجر ساي ده اذا كان في امر الدنيا، فكيف بامر الدين؟ عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى وراك موضوع معين، طريقه معينه، دار تجي تنجر انت؟ ها عشان كده ابليس ربنا لما قال له اسجد بقى ينجر، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وإبليس في رأيه أنه النار أحسن من الطين، وقد رد عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا القياس البليد من إبليس عليه لعنة الله. فرصة مفتوحة لإبليس وذاته لو دار يجي يخش، والله جد كله إن شاء الله. فهمت؟ القرآن ده بيحرق أي بني آدم. ابن القيم قال، أنا ما بديك كلام تعالوا ما كلام نجيط، فهمت؟ ابن القيم قال 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 والفرق بين النار والطين، قال الطين أداة بناء والنار أداة هدم، قال والطين فيه التريث وفيه السكينة والنار فيها الإحراق وفيها الطيش، وجاب له أوجه كثيرة جدا في الرد على شبهة إبليس. فهمت الحاصل؟ فأول زول حاول يفتكر هو إبليس يا المجموعة، وده المجموعة من جنود إبليس. فهمت؟ ربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهمت؟ الواحد ما يشوف هذه ما بيلقاه الا لما يخش ذاته بيت الخلاء، يقعد هناك يا سلام يقول لك لقيت حاجه، لقاه وين؟ لقاه جوا الحمام. لقيت 500 جنيه؟ لا، لقى له شبهه او حالك منه ابليس. فهمت؟ ويجي يقول لك هنا كانه جاب حاجه جديده. جاء الشيوعيين، مش ما دارين تخشوا؟ لا لا بننجمكم هنا. فهمت؟ الشيوعيين قالوا الله ما في، قالوا الله ما في. ليه يا شيوعيين؟ ليه؟ لانه قالوا الله لا شفناه، لا لمسناه، لا رأيناه، لا سمعناه ولا كده. طيب انت الان يا شيوعي عقلك شفته ولا سمعته ولا هبشته ولا عملت له شنو؟ روحك يا شيوعي، روحك دي انت شفتها؟ تلقى بني ادم الهوى، العوامل الطبيعية، طبعا عندهم وهمات كده، العوامل الاحيائية لعيش هذا البني ادم ولحركته موجودة. الهوى ده فوق اكسجين قاعد كويس، والدم بتاعه الناقل بتاع الاكسجين قاعد، وشلاليف اللي بياكلن في نعم الله وبيكفرن بين قاعدات. فهمت؟ ولسانه اللي بيدوغ في نعم الله قاعد، وبلعوم اللي بيبلع قاعد. فهمت؟ وغيره كلها قاعد، بني ادم قاعد. بعد شويه يقول لك روحه طلعت. روحه طلعت دي معناها شنو يا شيوعي؟ ما تعال اقنعني، انت قلت بمختبر، تعال اقنعني بمختبر. فهمت؟ ولذلك يا اخواننا دي من البلاده، ما هي حاجه انت الان تؤمن بها، لابد ان تدرك بالحواس الخمس. فهمت؟ عشان كده يا اخواننا مساله العقل ليست هي الميزان وليست هي المرجع نحن عندنا كمسلمين. العقل الذي اعطاكه الله انما هو لتصديق الشرع
وللإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وللهداية بأحكام الله سبحانه وتعالى وبشرائعه المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. ده العقل بتاعك، ده العقل الفهم، لأنه الكون ده ربنا خلقه لك. فده الشيوعين قالوا الكون وجد صدفة، وجد صدفة كده. طيب يا شيوعين، طبعا هم إذا جبت لهم الأدلة والآيات والأحاديث ما بيقتنعوا بها، يقول لك لا ما تناقشني بالنص الديني لأن النص الديني مقدس ونحن ما ممكن ندخل الدين في السياسة، وهما فارغة لكن برضو بنناقشك به. طيب لو قلنا الموبايل يا شيوعي وجد صدفة، رأيك شنو الموبايل ده وجد صدفة؟ والنوكيا دي جات اتلصقت ساكت صدفة، والسامسونج جاء صدفة، والواتساب الواتساب اللي بتحب بيه البنود في الجامعة جاء صدفة، فهمت؟ والرسائل دي ذاتها جات صدفة، وفوق فوقه ما أعرف ليك إنشاء رسالة وصندوق البريد ومسودات وإلى آخر، دي ذاتها خشت جوا الموبايل صدفة. وفي ثلاثة كيبات في الرميلة يتلاقى مع اثنين من الكيبات في سوق بحري مع ثلاثة وحدات من حلة كوكو، وجاء نطم في موبايلك وقعدا بهذه الرصة العجيبة. ده مش إنسان مختل عقليا أو ما عنده عقل، عرفتها؟ ما ممكن تيجي تقول لي الكون بهذا النظام العجيب العظيم، ما ممكن تقول لي وجد صدفة، فهمت يا شيوعي؟ وأدلة كثيرة جدا دل في جانب. في جانب تاني جاء الشعبيين أتباع الترابي وحاولوا يأصلوا، عندهم وريقة هنا للشعبيين في جامعة السودان، فهمت؟ قالوا نحن دارين حاجة اسمها حريات، وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر. فأنت ما تزرقن على الناس وما تكون إنسان حجري وإنسان متخلف وغوغائي وإنسان منكفي ودغمائي وإنسان أحادية التفكير الغطعي وإنسان ما عارف شنو كده وكلام فارغ ساكت. يا زول أنا أحادية التفكير، أنا ما زيرية التفكير ذات، فهمت؟ الآية دي جاءت في سياق التهديد، ربنا قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين، دي نهاية الآية، نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. أنا أجي أقول لك دي كافتيريا نظيفة، الأكل فيها نظيف ورخيص ومجيه وساخن، ودي كافتيريا الأكل فيها بايت والأكل فيها كعب والأكل فوقه فيه جراثيم، ها؟ بعد ده لو داير تأكل من دي أكل، ولو داير تأكل من دي أكل. تقول لي يا سلام يا والله أنت كده أديتنا الحرية، مش أنت كده أديتني الحرية، ويقوم يجيك تسمم. تقول لي ليه ما وريتك أنا؟ تقول لي ليه كيف؟ ربنا وراك طريق الحق والهداية، وراك طريق الغواية والضلال ومصير الطريقين من الجنة إلى النار، وبعد ده أنت مصر تكفر بالله. يسوي لك شنو بهذه النظرية؟ الترابي أنكر أي حاجة، أي حاجة في الدين أنكره، أنكر الصلاة الترابي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال ما في تسليم. لما تنتهي من الصلاة تقول السلام عليكم السلام عليكم، أنت بتسلم على منو؟ قال تقوم طوالي تمشي تتنفض وتفوت. يا ناس ده كلام شنو ده؟ كويس. الترابي قال المرأة تصلي بالرجال، المرأة تجي تصلي بالرجال، تجي تقوم فوق عش الغبشاوي ولا سمية أبو كشوة تشتغل في الناس إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكلام كثير جدا، فهمت؟ قاعد ده الترابي، والترابي في الجريدة هنا قال يجوز مصافحة المرأة الأجنبية وده ما فيه أي حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. الترابي أنكر عذاب القبر، قال يا أخواننا يعني الآن الجسم البني آدم مكون 60% من الماء يا أخواننا، وزول لما يموت بيتحلل لأنه البودي بتاعه، قال بيتكلم بالإنجليزي يعني البودي بتاعه 60% مو يا أخواننا، فكده لما يموت في القبر بيتحلل يعني يا أخواننا. والشيوعين قاعدين يصفقوا لهم كلام ده 2006 هنا ويضحكوا معه كأنه جاب له حاجة، فهمت؟ أصعب إنه ربنا سبحانه وتعالى يوجدك من العدم يا بليد، ولا أصعب ربنا يعيدك بعد أن خلقك؟ الأصعب ياتو، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى، أنا ما قلت لك ده نفسي مجتمع مكة، ده كلام العاصي بن وائل السهمي، قال ربنا قال وضرب لنا مثلا الرد على من بداية الآية ونسي خلقه، إنت خلقك في البداية منو يا الترابي؟ العمل لك شنيبات زي أبو القنفوت منو؟ ها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشال معاه وعود قديم أو عظم قديم فتفتوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعد هذا بعد ما فتفتوا؟ ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي أخرج الضب من الضب الشجر الأخضر الفيو الرطوبة والذي لا يمكن أن تخرج منه الماء برطوبته ربنا مرق منه نار ها فإذا أنتم منه توقدون. بعد ربنا انتقل له لدليل ثاني أوليس الذي خلق السماوات والأرض الأكبر من البني آدم بقادر على أن يحيي الموتى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ها كلام غريب ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قال القرية دي ناس هجروها وكده والناس اللي فيها ماتوا ربنا ديل كيف يحييهم؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ربنا قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نجمعها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ها وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا لم يعمل خيرا قط قال لجمع أولاده عند الموت قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال لهم أنا لما أجي أموت تحرقوني وتطحنوني كويس كويس وتنتظر يوم فيه رياح شديدة تقسموا الرماد بتاعيدها لاثنين جزء تكشحه في البحر وجزء تكشحه في البر لأنه لو عملته كده كده أنا يا دوب برتاح لأنه في راسه في شنو إنه ربنا ما بجيبه تاني. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما فعلوا به ذلك قال له الله كن. ربنا قال له كن رجع كما كان ما زي ما بقول بتاع الكباش. قال ربنا أدى أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي إنه بقول للشيء كن فيكون. شوف الكفر الأصلع ده كيف الله يكفر له قرون فهمت؟ ده يقول بيجيب لنا عدم البنزين وعدم أي حاجة ذاته فهمت؟ قال فقال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. ربنا غفر له لأنه زول جاهل. وده برضو فيه الحديث ده مع ما فيه الرد على الترابي وفيه الرد على الصوفي أيضا فيه الرد على ناس داعش اللي بيكفر وساكن لأنه ده مع أنه أنكر قدرة الله إلا أن الله عذره بالجهل أنه في واحدين بولد يقول له لا يعذر بالجهل يعذر ما يعذر بالجهل كيف بناس جهلة ما بتكفر طوال إنما تدعو الناس إلى الدين. في نقاط كثيرة جدا نفتح فرصة للمداخلات.